عليكم أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا كلكم بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة سنة 2020، وحابة كمان اهنئ الإخوة المسيحيين بالأعياد، أعيادهم أعيادنا وأعيادنا أعيادهم، وكل سنة وانتم طيبين والأمة العربية كلها بخير. الحقيقة النهاردة موضوع الحلقة بتاعتي هو موضوع يعني يهم كل أسرة مصرية، مش بس الأسرة المصرية ولكن كل أسر الوطن العربي. حلقتي النهاردة هي عبارة عن عنوان: هل تقبلين زوجك يتزوج عليك أم يخونك؟ الحقيقة يعني أنا من ساعة ما أعلنت عن موضوع الحلقة امبارح وقلت إنه دي هتبقى حلقة النهاردة، كانت في ناس كتيرة جدا متحمسة لموضوع الحلقة، وفي ناس كلمتني، وفي ناس كمان قالت آراء، وأنا كنت بفضل إن هم يقولوا آرائهم على الهوا. عندنا أربع نوعيات من الزوجات. في زوجة بتقول لك أنا مادام باكل وبشرب مش مهم، يتجوز اتنين تلاتة أربعة مادام يكفيني. في واحدة تقول لك أنا يتجوز زوجة تانية لأنه ربنا حلل مثنى وثلاث وربع. في واحدة ممكن تقولك أنا ما أقبلش زوجة تانية، ولكن ممكن يبقى له صاحبة يبقى له صديق. وفي نوع رابع لا يقبل لا زوجة تانية ولا يقبل العشيقة، ودي مش بتتكلم على حتة بقى كرامة وحتة هي طبعها كده أو هو ده نوعها، إن هي ما تقبلش في زوجها شريكة، لا زوجة تانية ولا عشيقة. وأنا شخصيا عن نفسي من نصيرة النوع الرابع من المرأة دي. الحقيقة أنا عايزة أقول حاجة، إحنا الشرع والدين أحل للرجل إنه يتزوج مرأة واتنين وتلاتة وأربعة، بس في ناس كتير فاهمة إن الشرع لما أحل الزواج من أكتر من امرأة فهمها غلط. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أحل ده أحله لأسباب، مش أنا شفت واحدة وعجبتني خلاص عايزة أتجوزها، أنا شفت واحدة شكلها حلو شوية ومراتي شكلها بقى مبعجر شوية فأنا هتجوزها. طيب هكمل كلامي بعد ما ناخد أول مداخلة، ومعانا الفنان الجميل وحيد السنباطي. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا نسرين؟ الحمد لله. ازيك يا فناننا، فناننا الجميل وحيد السنباطي؟ ربنا يخليكي. ميرسي يا حبيبتي. يا رب ربنا يخليكي يا رب دايما. كنت عايزه بقى اسال حضرتك، بما انك راجل، ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ بصراحه حلقه صعبه، يعني انت مختاره موضوع صعب ومحتاج بس هو بجد محتاج مواجهه، ومواجهة قوية ان الناس يعني تتكلم فيه كده زي ما انت بتتكلمي، يبقى عالمية يعني. ربنا يخليك. هو السؤال يعني ممكن تقوليه تاني معلش؟ طيب انا عايزة اقولك حاجة دلوقتي. انا بقول هل الزوجة تقبل زوجة تانية في حياة زوجها، ولا تفضل انه ما تكونش زوجة تانية ويكون له صديقة او بالمعنى اللي هنقوله عشيقة؟ فكنت اتفضل. يعني هو في التراث العائلات المصريه والبنات من مده، ان يعني في مقوله كده او بيقولوها او مثل، طالما الراجل بينام جوه بيته يبقى خلاص. ده كان يعني في التراث المصري تمام. يعني لحد قريبا، ولكن ما زال بعض الاسر مقتنعه بالكلام ده، ان طالما الراجل بيخرج بيخون بيصاحب بيعمل اي حاجه بس بيرجع البيت ينام يبقى اطمني وسيبيه. لكن ما اعتقدش ان ده صح، او على الاقل دلوقتي ما بقاش الراجل كده، لان هي لو ثابت الراجل يخون وتعيش على كده، وان هي معتقده ان هو خلاص طالما مش متجوز عليها فما فيش حد هيشاركها فيه، او لا هو في حد بيشاركها فيه فعلا، ومش واحده يمكن اتنين او ثلاثه. ولو ثابته على الحاله دي لازم تبقى فاهمه انه ممكن جدا يتجوز وهي ما تعرفش،
لان خلاص هي يعني سابت له الحبل ومش والموضوع مش فارق ما معاها، عملتلوش فده وقفة، ما عملتش وقفة. ما عملتش وقفه، فده هيشجعه على انه يعمل اللي هي كانت خايفه منه. تمام. فده طبعا يعني كلام، يعني انا لا ارجحه خالص للراجل يعني، وانا مع المراه، ويمكن انت عارفه انا دايما حضرتك دايما نصير واخد المراه. صف المرأة، أنا عارفة طبعا حضرتك نصير المرأة. فانا رايي ان الست ما تنتظرش، يعني مسألة انه يتجوز عليها دي برضو زي ما انت قلتي قبل ما اطلع انا معاكي على الهوا، ان المسألة حتى لو ربنا محللها فهو محللها الاسباب، بالظبط. يعني اذا كانت الزوجة مريضة، اذا كان ما فيش خلفة، يعني اسباب كتيرة، لكن مش مسألة انه هو يعني يتجوز لمجرد الرغبة او المتعة او الجواز، او الجواز لمجرد الجواز، يعني طالما اوريدي مفيش مشاكل بينه وبين مراته تمام. والحياه لطيفه وهو اختار صح، يبقى المفروض ما يعملش كده عشان ما يقهرهاش، تمام. لان دي بتقهر المراه وانا بيبقى قلبي معاها جدا يعني. ربنا يخليك فنانة الجميل. كنت بس عايزاك توصف الرجل متعدد النساء بكلمة. النسوانجي. والله دي احسن حاجة قلتها، احسن معنى قلته. او يعني راجل هو معاه فلوس، او انا يا بسميها فراغة عين. لا يعني عارفة هو ايه، يعني حسب الشخصية، ممكن واحد يكون مثلا كان محروم مثلا، تمام. يعني عاش حياته ما كانش بيقدر يعرف صديقات، ما كانش بيقدر يعمل علاقات وهو صغير مع بنات، فلما كبر واتجوز وبقى فاهم، فده بتبقى مشكلته كبيرة، لأن ده بيبقى كان محروم، فده هيبوظ الدنيا وهيخربها وهيخرب بيته بدري بدري. بيعيش وفي بقى فترة راجل المراهقة على كبر. وفي راجل بيبقى مش قادر لأن ما معهوش فلوس تمام مثلا، تمام فلما ربنا بيديله يبقى معاه فلوس تلاقيه بيحاول يعرف غير مراته أو يتجوز عليها أو يصاحب أو أو. تمام وفي راجل بطبعه نسوانجي يعني، وده انا رأيي ده ارحم راجل، لان أرحم. الراجل ارحم من الاثنين اللي قبله، طب وجهة لان نظر حضرتك ايه يا فنان ان هو يكون ارحم؟ يعني النسوانجي ده هو راجل اوريدي بيحب الستات، لكن مش ما فيش واحدة هتقدر تاخده مثلا من مراته اللي هو بيحبها، ممكن يكون بيحب ست لكن بيحب يشوف ست تانية، بيحب يبص، لكن مش بيعمل يعني ايه، مش بيعمل الغلط اللي عرضه ده، لان هو اوريدي كان شبعان من صغره وكان بتاع ستات وكان بيقدر يمارس كل الحاجات اللي هو كان نفسه يمارسها وهو متجوز، ويمكن مارسها قبل الجواز، فبقت الدنيا بالنسبة له. لكن ايه، نسوان دي بيحب يبص بيحب يشوف، لكن ده مش ممكن يضحي ببيته او يضحي بزوج كويسة علشان يتجوز واحدة تانية او عشان يعرف واحدة تانية، تمام. يعني هو ده ارحمهم. لكن التاني اللي هو مثلا جات له الفلوس ده ممكن يبقى كارثة، بيضيع بيته ويضيع الفلوس ويضيع كل حاجة ويخرب البيت. تمام. والتاني اللي كان محروم او عنده عقدة من صغره في البنات ده برضه كارثة. لكن اللطيف النسوانجي ده اللي هو اللي هو بيحب المرأة وبتاع ده، ما فيش خوف منه طالما اوريدي هو له زوجة بيحبها، فما فيش خوف منه ان هو يكون بيحب الستات تمام. يعني. مش ميرسي ميرسي ليك يا فناننا الجميل، ومتشكرة جدا ليك وعلى آرائك الجميلة دي، وأنا متشكرة لك جدا جدا. وكلامك برضو أهو من ضمن الرجال، يعني بقى دينا بنعرف برضو نوعيات الرجال عاملة إزاي. ميرسي ليك يا فنان، متشكرة جدا. معانا مداخلة تانية، ومعانا الأستاذة عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة. وألو. الو، ازيك يا استاذه نسرين؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير يا رب دايما. ايه رايك في موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده؟ الزوج، الزواجه الثانيه يعني، ولا الزوجه الخيانه، التانية، هل تقبل الزوجه زوجه تانية في حياه الزوج، ام تقبل خيانه او ولا ده عشيقه؟ ولا ده؟
يعني ازاي انت ازاي يعني يبقى في تخيير بين اهانه واهانه اكتر؟ تمام. يعني ازاي تتوقعي هو الزوج يقبل خيانه زوجته عشان الزوجه تقبل بخيانته؟ لا هو طبعا. يبقى ده الطبيعي ان انا اقول لك لا، مفيش حاجه اسمها اقل من الضرر، ضرر يعني ضرر اقل. يعني عشان انا ارفض ان جوزي يتجوز جواز ثاني اخليه يرتكب فاحشه ويدخل علينا وهو مش رجل مرتكب زنا من المؤسف وزنا يا أستاذة مبارك عبير كمان إنه من في الزوجة. نوعيات من النساء، وفي منهم كلموني امبارح، فعلا من المؤسف أو المحزن إن أنا صدمت لما لقيتهم بيقولوا لي لا إحنا أنا ما أقبلش زوجة تانية بس أقبل إنه يصاحب. دي كارثة. ليه؟ لأن الثقافة الذكورية للأسف بتبارك إن الزوج يتعدد في علاقاته. الثقافة الذكورية بتقول لها إن كده كده هو هيخونك، وده مش حقيقي. الراجل تمام. إنسان وفي منه الشريف وفي منه المحترم، وهو مش إنسان بطبعه دنيء. إحنا اللي بنروج إن هو دنيء وإن هو طفل، لدرجة إن هو صدق نفسه، يعني هو صدق ده. تمام. فحتى الست هي اللي بتقنع نفسها إن الراجل ما يكتفيش بواحدة، وده مش حقيقي. بالمناسبة الراجل يقدر يكتفي بواحدة وبيحب، لأن الإنسان خلق أحادي أصلا، ما خلقش معدد سواء راجل أو ست، ما تمام. ينفعش يتقسم لكذا حد. سيبك من الشرع، لأن ربنا حلل الزوجة التانية لظروف معينة فعلا. وقفل بالآية بعدم القدرة، وعدم القدرة على العدل إذا يبقى في ممانعة. وطبعا الفقهاء والأئمة المحترمين أقروا إن الأصل واحدة. إذا إحنا من منطلق الواحدة مش ممكن الست تقبل بواحدة تانية، سواء كانت في علاقة محرمة أو سواء كانت في علاقة شرعية. تمام أستاذة عبير، ممكن تخليكي معانا ومعانا فضيلة الشيخ السيد الهادي من علماء الأزهر الشريف. وألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. إزيك فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ، الحلقة بتاعتي النهاردة بتتكلم على إن الزوجة هل تقبل زوجة أخرى في حياة زوجها أم تقبل عشيقة أو خيانة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد. وبعد، على الصلاة والسلام. الحقيقة الموضوع يتوقف على الثقافة. تمام. يا ثقافة الزوجة دي ثقافة دينية ولا هي ثقافة عامة وما تفرقش معاها حلال أو حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه إن الصلاة الحلال والسلام. بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، تمام، إلى آخر هذا الحديث. لكن العمدة في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فضلت الشيخ، بس ذلك عايزة أدنى حضرتك ألا توضح تعولوا. مثنى وثلاث ورباع لإيه؟ في قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، هذا الأمر يا ترى هو للوجوب أم للاستحباب؟ فمن قال بأنه للوجوب فقد أوجب الله تعالى التعدد على الرجل، ولكن جمهور العلماء قالوا بأن الأمر في القرآن الكريم قد يأتي للوجوب وقد يأتي للاستحباب. فمثلا في قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل هذا هنا للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب. حينما يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذا للوجوب أم للاستحباب؟ للوجوب. إذا في هذه الآية التي معنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اختلف العلماء فيها هل هي للوجوب أم للاستحباب، لكن الجمهور على إنها للاستحباب، للإباحة. الله تعالى أباح للرجل أن يعد، ولكن لو نظرنا في تزييل الآية يقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وكأن الله تعالى اشترط للرجل حينما أباح له التعدد أن يعدل بين الزوجات، فإن لم يستطع العدل فعليه أن يكتفي بالواحدة،
حتى وإن كانت واحدة يجب على الرجل أن يعدل مع هذه المرأة. فضيلة الشيخ معانا الأستاذة عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة مع حضرتك، وحضرتك معانا برضو، بس كنت عايزة أعرف رأي حضرتك يا أستاذة عبير على الكلام، كلام فضيلة الشيخ. ماله كلام يعني؟ أنا على الشيخ بيقول بس سألها بشكل. أستاذ عبير؟ أيوه أستاذ عبير سامعانا حضرتك؟ أنا سامعاكي كويس جدا. تمام، فضيلة الشيخ حضرتك سمعتي كلام فضيلة الشيخ؟ سمعت كلام فضيلة الشيخ، وهو أجاز وأضاف وأضاف إن الأصل واحدة زي ما هي الاسم الأكبر أحمد الطيب، وقال إن في شرط العدل. ده تقريبا اللي أنا قلته. أنا سألتيني بشكل شخصي، أنا مع سيدي او الزواج ان هو يتجوز ولا يخون مثلك، ولا ده ولا ده. تمام بالظبط، انا برضو من راي حضرتك ولا يتجوز ولا يخون، لانه زي ما بنقول برضو انه الزواج شرع لاسباب. فضلت الشيخ معانا برضو حضرتك. لا بس معلش كنت عايزه اكلم من فضلك يعني. اتفضلي. احنا لازم نتكلم بإشتراكات. اذا احنا بنشوف مشكله الزواج او الراجل يتجوز ولا يخون، حضرتك عارفة نسب الطلاق قد إيه؟ والسبب بسبب الزوجة الثانية؟ أنا مش ممكن أبني حياة أسرة ثانية على أرضات أسرة قديمة. دي واحدة. ثانياً إن نسبة الزواج الثانية في مصر لا تتعدى 4%. إذا المجتمع أصلاً رافض لفكرة التعدد دون سبب. غير كده ثالث حاجة إن الراجل في الظروف الاقتصادية، الظروف المعيشية، الظروف الاجتماعية لا يستطيع أن يعدل مع واحد، فكيف تقولي إن المفروض إن هو يكون أو يتجوز؟ أما فكرة الخيانة هي الزنا، هي العلاقات غير المشروعة، العلاقات المحرمة، من المفروض من الرجل مش من الست، لكن الست إنها تولد ظروفها الشخصية، إن زوجها يبقى سلوك على بشكل ورقي، لكن هو متاح لأفعال رذيلة بره، ده أمر تبع عليه زيها زي الزنا، بتشاركه هي في الفعل المشين او الفعل اللي بيغضب ربنا. تمام. فضيلة الشيخ معانا حضرتك؟ فضيلة الشيخ مع حضرتك. فضيلة الشيخ زي ما كنت بقول لحضرتك، بس انه في رجال كتير فاهمين موضوع مثنى وثلاث ورباع، انه انا لو شايف واحدة عجبتني بجوزها، انا لو شايف مثلا تزوجت مراتي وبعد مرور الزمن والخلفة والحمل والولادة شكلها اتغير شوية فمتضايق من شكلها، فشفت واحدة جميلة فاتزوجها، ولما تيجي تكلمه يقول لك والله ربنا حلل لي ده. فانا عايزاك حضرتك توضح لرجال كتير مش فاهمين معنى مثلى وثلاث ورباع الزواج ربنا حلله، ان هو يجمع بين اكتر من زوجه في اسباب معينه، يا ريت حضرتك تقول الاسباب المعينه دي. هي المشكله ان احنا مش فاهمين معنى الزواج. تمام. الزواج في الاصل مشاركه، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ولذلك ينبغي على الرجل وعلى المرأة أن يعيش من خلال هذا المبدأ، مبدأ السكن والمودة والرحمة. لكن عادة بيحدث في كل أسرة ما يشين هذه العلاقة ويغير ما في نفس الرجل أو ما في نفس المرأة. فإذا ما يعني قصرت المرأة في حق من الحقوق أو قصر الرجل في حق من الحقوق، فعلى الطرف الآخر أن يصبر. فإن لم يستطع أن يصبر فقد جعل الله تعالى الطلاق بيد الرجل وعليه تبعاته، وجعل الخلع بيد المرأة وعليها تبعاته. لكن إذا أراد الرجل أن يتزوج فالزواج ليس كلعب الصغار، الزواج يحتاج إلى نفقات ويحتاج إلى مال ويحتاج إلى مسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن حينما يفكر الرجل في الزواج فلا بد أن يكون هذا التفكير له سببه، والسبب يعود إلى الرجل نفسه لا يعود إلى غيره. لكن حينما تسأل المرأة هل يعني ترغبين أو توافقين على أن يتزوج الزوج أو أن يخون، فالمرأة المتدينة لا يمكن بحال من الأحوال أن ترضى بالخيانة. لكن ثقافة النساء بتختلف من مجتمع إلى آخر، ولذلك بيتحكم في هذه المسألة العقل أو العرف أو الشرع. ف
فإذا كانت المرأة تحكم الشرع ارتضيت بالزوجة الثانية خير لها من أن يخون الزوج. ولكن إذا كانت بتقيس هذه المسألة بالعقل أو بالعرف، فالعرف أحيانا يوافق وأحيانا يرفض. أما العقل فبتتوقف على ثقافة المرأة، فإذا كانت في بيئة يعني لا تتورع عن المعاصي والذنوب والآثام فتقول لا حرج أن يخون ولكن لا يتزوج، شكلي قدام الناس. طيب لكن هناك الشيخ، امرأة متدينة تنظر إلى الحلال وإلى الحرام، عندها يعني يتزوج الرجل عليها وأن تكون زوجة ثانية خير لها من أن يكون الزوج. طيب فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، هل شرعا يجب على الزوج تبليغ زوجته الأولى أو الثانية أو الثالثة بكل زواجة، وفي حالة عدم موافقتها ورفضها للزواج حكم الشرع إيه؟ يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر هذه الآيات. ومن بداية هذه الآية فمن حق الرجل أن يتزوج، وليس من حق المرأة أن تعلم بهذه الزيجة، وليس من حق المرأة أن تعترض، لكن لها الخيار إما أن تستمر مع هذا الزوج وإما أن تطلب الطلاق، كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما تزوج أحد أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرتبط ببنت أبي جهل، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون اعتراض عن هذا الزواج، قال له: إما أن تطلق ابنتي وإما أن تصرف النظر عن هذا الزواج، فخيره صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأن تجتمع بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل في بيت واحد، لكن النبي لم يعترض على هذا الزواج، وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. ومن حكمة الله تعالى أن النبي عدد الزوجات ومعظم الصحابة عددوا الزوجات، وكان هذا عرف في المجتمع إلى جانب الشرع، فالشرع لا يعني يتعارض أبدا مع المجتمع ولا مع العقل ولا مع العرف. تمام. لكن علينا أن نسير العرف وأن نسير العقل حسب الشرع، إن الحلال بين وإن الحرام بين كما قال صلى الله عليه وسلم. على الصلاة والسلام. بشكرك فضيلة الشيخ. أستاذة عبير معنا. هي مع حضرتك. حضرتك أستاذة عبير، أي تعليق على الكلام كله أو ليكي حضرتك رأي آخر ياريت نسمعه؟ إن الرسول عليه السلام هنا يتزوج من السيدة خديجة، وعندها مدة عدد لسنين لها علاقة بالحياة. دي وجهه نظري الشخصيه، لكن مش الفقهيه، بنفسه شيخه. وفعلا زي ما قال شيخنا الجليل رفض ان تتزوج فاطمه، ان يكون لفاطمه زوجه اخرى، والرفض اتى بالانفصال. وهذا ما يحدث تحديدا حاليا في الظرف المدني اللي احنا فيه، ان المراه بتوصل كلى لما تتضرر وزوجها يتزوج عليها لانها اتجوزته لوحده بعقد شرعي. وعلى فكره المصارحين برضو ان ده يتحط في العقد، في بدايه العقد الست او البنت تروح تتجوز الراجل اللي وحده بمفرده، ياخدها من الرجاله ومن الدوله على اساس ان هي متجوزه واحد مش متجوزه واحد بمراتاته. فكون ان هو واخد قرار شرعي بدون ان يرجع لها او ياخد رضاها ويقرر ان يدخلها عائلات اخرى في حياتها، حقها انها ترفض. احنا بنقول من ده من بدايه العقد كده يتفقوا. لو كان الراجل دوت عايز يعدد ويشوف نفسه من الفقوله بالمقدره الماديه والقوامه اللي يقدر ان هو يعدد ويقيم العدل كما يفعل فعل الرسول، ولكن ليس في حياته خديجه عليه افضل السلام، يفعل دوت ويكتب في العقد. لو ما عملش دوت يتحبس لو هو ما اختارهاش. فاحنا هنحط يعني تنظيم مقترح، احنا نحط لابد من اختيار الزوجه، لان الزوجه ده عقد صديقه، عقد مدني يرد فيه الشرع وعقد شريعه المتعاقدين. وممكن جدا الراجل اللي عايز يعاقب ما يتجوزش ابدا الست اللي رافضه اللي رافضه التعدد، يروح يتجوز ست مرحبه بالتعدد. تمام. من الاول كده. تمام. البيوت ما تتسربش والاطفال ما تشرطش وتتربي في الشارع، نلاقي اطفال وراجل يتجوز ويسيب منها 4 3 مجرد ما يطلع لها كرسي.
يجي الثانية نفس القصة، وأول ما تغنى كرش أو تدخن بالظبط شوية تيجي الثالثة والرابعة. بالظبط هما ميرسي مش حريم، فتحت الحريم دي انتهت من زمان، ميرسي جدا. وربنا عدل وقال المصلحة الفضلة هي اللي دايما بتبقى الأولى، أحيانا بيفضلها على النصر، وده أمر فيه رشاده في الإسلام. وعشان كده بتمنى تجديد الخطاب الديني والرؤية الدينية اللي بتشوف المرأة في المقدار الحقيقي اللي ربنا وضعها. ميرسي لك يا شكرا. استاذه عبير، ومتشكره جدا على تعليقك وعلى رايك، ويعني التعليق وراي حضرتك برضو اكيد افاد سيدات كتير بتتفرج دلوقتي من ضمن وبتسمعنا. حضرتك يا استاذه، اتفضل. انا اوافقها الاستاذه في الاقتراح اللي اقترحته، لكن ده ايضا موجود في الشرع عندنا، المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فانا اشترط على الزوج الا يتزوج علي، هذا من حق المراه في بدايه العقد، فاذا اشترط هذا لا يجوز للزوج ان يتزوج عليها. تمام، الله ينور فان عليك فضيلة اراد ان الشيخ. يتزوج يفسخ العقد ثم يتزوج ان شاء. طبعا فالمسلمون عند شروطهم، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة بس والسلام. بشرط ان هذا الشرط اللي يشترطوه لا يحل حرام او لا يحرم حلال. معاذ الله. وكذلك ايضا من حق المرأة ان تشترط على الرجل ان يكون الطلاق بيدها ايضا كما هو بيده، بارك اللي احنا الله فيك يا بنسميه شيخ، الدخلة في ودي ايد حاجة مهمة المرأة. جدا كنا حابين برضو ان احنا فعلا نعرفها، وكلام حضرتك اللي انت قلته ده دلوقتي مهم جدا، لانه كانت في ناس كتير بتقاوحنا في الموضوع ده. بنشكرك جدا فضيلة الشيخ، وبنشكرك جدا أستاذة عبير، وشكرا للمعلومة الأخيرة دي فضيلة الشيخ، حتة انه المرأة ممكن يجوز لها ان تشترط انه يكون الطلاق بيدها، او انه فعلا تشترط انه يخطرها بالزواج. شكرا فضيلة الشيخ، وميرسي ليكي جدا أستاذة عبير، نورتوني. زي ما سمعنا وشفنا رأي الدين ورأي الشرع من فضيلة الشيخ السيد عبد الهادي، السيد الهادي من علماء الأزهر الشريف، في أحقية أحلال زواج الرجل بالزوجة واثنين وثلاثة، وتفسير الآية مثنى وثلاث ورباع، وقلنا إنه لأسباب. ودلوقتي فضلت الشيخ برضو تفضل وقال حاجة برضو ممكن ناس كتير ما تكونش تعرفها، وهي انه الزوجة يعني الزوجة ممكن تشترط في العقد انه يكون الطلاق بيدها، ده جائز، والزوجة برضو ممكن انها تشترط انه اختارها واعلمها بزوجة اخرى، وده من حقها انها تقبل او ترفض. معايا اتصال، معايا مداخلة من هيام من كفر الشيخ. وألو. ايوه مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا حبيبتي. الموضوع جميل جدا يا استاذه، ويهم المجتمع المصري كله طبعا. انا بحييكي على انك بتختاري مواضيع هادفه جدا بتهم المراه في كل ميرسي، مجالات، ربنا يخليكي زي ما احنا بنسمع منك. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. وبالنسبه لرايي انا طبعا افضل ان الزوج ما يتزوجش، لان الراجل ليه قلب واحد طبعا، واما يتجوز اتنين لازم هيميل لواحده، اكيد فالتانيه هتكون ضحيه. أكيد. فالمفروض يعني هو ايه، انا افضل ان جوزي لا ياخدني ولا يتجوز عليا، انا افترك انا اتجوز واحد تاني وهو يتجوز واحد تانية براحته بقى. بالظبط كده، ده اللي انا بقول عليه، انه زي ما من حق الزوج ان هو يفكر انه يتزوج زوجة اخرى، ما هو اكيد الزوج ده مش كامل، ما هوش ملاك انزل من تمام السماء كده. ومش كامل وعنده نواقص كتير، زي ما هو شاف نواقص في زوجته اكيد هو في نواقص برضه، فمن حقها برضه ان هي تبقى عايزه تتطلق وتتجوز زوج تاني. طبعا فكلامك اللي لان انت هو طبعا بتقوليه دلوقتي مظبوط، فكملي كلامك. وهو طبعا هو دلوقتي اصلا بيتجوز الست لمرحله معينه، لما يشبع منها يقوم يبص لواحده تانية غيرها، هنا الست تبقى مظلومه. بالظبط. وطبعا ولا تظلم، احنا مش عايزين لا ظلم ولا حد يظلمنا ولا نظلم حد. هو لازم الست لها كيان برضه، والست طبعا لازم أن تكون هي كمان عايشه حياه طبيعيه وطيبه، ومحدش يعرقلها ولا يظلمها ولا يهزمها زي ما هو بالظبط عايز يشوف نفسه. الست برضه اكيد طبعا هو ممكن يتكلم معاها عن النواقص اللي محتاجها، ويقول لها بالظبط مثلا انت اتغيرتي، او انت مثلا حصل كذا، لازم ترجعين لي حبيبتي الاولانيه كده، تمام احنا بالظبط. بنفكر كده. لكن طبعا هو ظلم جدا ان الراجل يتجوز على الست بدون اي سبب، يعني لازم يكون سبب قهري، ولازم يكون سبب يعني ايه ضروري انه يتجوز عليها وتكون هي موافقه. تمام تمام. بس طبعا غالبا الستات اللي بتوافق على زواج الزوج بتكون ست مهضومه او ست فيها نقص، ممكن ما تمام بتخلفش مثلا، عشان كده ممكن تقبل وبتقضي معاه مثلا عندها مرحله طويله أسباب في يعني. الحياه.
عندها لازم يكون في اسباب. اسباب طبعا. ايوه تمام، انا يعني انت بحييكي ودايما منتظر منك كل جديد. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وانت كده من نوع الزوجه الرابعه اللي انا برضو بقى يعني انا بشجعها انها بترفض زوجه تانية وترفض الخيانه كمان في نفس الوقت. تمام، مظبوط كده. ميرسي لك يا حبيبه قلبي هيام، نورتيني باتصالك وشرفتيني يا حبيبتي. زي ما بنتكلم دلوقتي اهو، وفي اراء مختلفه، زي ما انا قلت في زوجه ترفض زوجه تانية وترفض عشيقه، وفي زوجه ممكن تقبل، وفي زوجه يعني الزوجات مختلفه، وده برضو بيعتمد على ثقافه الزوجه وعلى البيئه اللي هي عايشه فيها والمجتمع اللي هي عايشه فيه والافكار او التربيه اللي اتربت عليها. الحقيقه برضو انا عايزه اقول يعني علشان ما بقاش انا، عشان انا مرأة ومتحيزة للمرأة وابقى ضد الرجل، لا يعني انا مع انه الرجل يتزوج لو الراجل فعلا عنده مشكلة. طيب معايا اتصال ومعايا دوابة من اسوان. والو، دوابة من اسوان. الو دوابة من اسوان. دوابة اهلا بيكي يا دوابة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا والله بيكي. حضرتك بتتكلم في موضوع مهم يعني. تمام. هو عامة يعني الشرع يقول كلمته، ما فيش كلام بعد كلام الشرع. تمام. مهما كان في تسويف، مهما كان في، يا ما ربنا يقول للرجل يقدر يتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، طالما ربنا ما قالش المرأة تقدر تعمل، تبقى في فرق ما بين الراجل والمرأة. تمام. فما حدش يلعب في شرع الله. أما في حاجة ثانية، يعني هو عامة اللي بيقعد يقول لمرة أنا حتجوز أنا حتجوز أنا حتجوز، ده متضايق منها في حاجة معينة عايزها تصلح لنفسها فيها وبيحاول يغيظها، بس لأن اللي عايز يتجوز بيتجوز من سكاته. من تمام. غير ما يقول لها أنا حتجوز أنا مش حتجوز، بيحطها أمام الأمر الواقع، ده اللي أنا أعرفه يعني. بيهددها يعني. والله أعلم. بيهدد. أما هو عايز تصلح من نفسها، عايز ربما يكون حاسس فيها إهمال شوية من ناحيته، أو فيها شر أو فيها كذا، فعايزة تصلح من نفسها. بس تمام. هي مش فاهمة يعني، عشان كذا بقعد أقول لها أنا حتجوز أنا حتجوز كذا، بس بيغيظها. أما اللي عايز يتجوز حضرتك بيتجوز من سكاته. فعلا. وبعدين كل حاجة نصيب. لو ربنا رايد له، اللي ربنا رايد له يتجوز، لو السما اتطبقت على الأرض حيتجوز ثاني وثالث ورابع، عشان دي إرادة الله. تمام، ميرسي لك يا استاذه دوابه ورايك يحترم ومتشكره جدا على مداخلتك. معايا صبحي من الاسماعيليه. والو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله تمام. والله انا يعني انا مبسوط بالبرنامج بتاع حضرتك وعلى التنيه اللي انت مختاراها ديت. ميرسي لك يا استاذ صبحي. لان يعني انا بقول على الهوا بان كان معايا زوجه زي العسل بصراحه من كل جميع النواحي. ربنا يا رب يخليها لك ويحفظها ليك يا رب. ورحت بقى بالعطرسه واللي رحت اتجوزت عليها، فزي ما تقول ربنا بقى اداني جزائي. يعني انت كان معاك ست زي السكر واتجوزت عليها؟ والله طب وصبيان وبنين. طب استاذ صبحي معلش، ممكن اتدخل كده واسالك، كان في اسباب انك تتجوز عليها؟ والله ما في اسباب، انا اللي عايز ضرب بالنار والله. يعني انت اللي عملت كده؟ انا اللي عملت. ما انا بقول انا يعني بعملها عشان غيري ياخد عبره. طب وانت بقى كده رجعتها، او هي انفصلت عنك، او هي على ذمتك؟ والله هي معايا ست محترمه وزي، يعني انت عرفت قيمتها بعد ما رحت اتجوزت عليها؟ وما زلت ولغايه ما بموت والله. طب تقول لها كلمه كده على الهوا وهي تبقى سامعاك كمان؟ اقول لها ايه؟ اقول كل كلمه حلوه ليها بصراحه. انا بقول لها وبعترف لها انا اللي غلطان وحقك عليا وانا اللي ظلمتك، وانت سبتي ازاي القمر؟ شفتي القمر بينور للناس ازاي؟ طب وانت بعد الكلام ده دلوقتي، يعني انت الزوجه الثانيه لازالت على ذمتك ولا سبتها؟ لا والله على ذمتك. على ذمتك كمان؟ انت والله كده، انت كده بعد الحلقه دي يعني مش عارفه ايه اللي هيحصل معاك. لا والله انا بكلم الحقيقه وبقول لها، لا انا بقول لها قدام، بقول لها الكلام ده، بقول لها انا الذنب الناس اللي تخلص منها. طب انت ناوي على ايه مستقبلا؟ يعني انت خلاص هتستوب على الجوازتين دول، ولا ممكن يبقى في جوازه تالته، ولا ايه بالظبط؟ لا تالته مين ده؟ لا تالته. انا لو عايز اراجع واحده ليهم ولا لاهاليهم، اراجع لاهاليهم تاني خلاص. والله انت زي العسل. زي العسل. ميرسي ليك يا استاذ صبحي، ميرسي ليك.
يعني الحقيقه مش عارفه اقول له ايه استاذ صبحي، بس اهو راجل من الرجال بيقول ان مراته كانت زي العسل وزي ما احنا سمعنا، واتجوز عليها جوازه تانية، وشكله ندمان على فكره، لانه طالع بيتكلم على الهوا بيقول، ويعني اكيد ممكن تكون الزوجه التانية بتسمعه دلوقتي برضو. اللي عايزه اقوله برضو اعزائي المشاهدين، يعني احنا زي ما بنقول ما بنعترضش على انا مش عارفه اتكلم من كتر الاتصالات. ناخد اتصال وارجع اكمل كلامي. استاذ محمد من القاهره، والو. اهلا بحضرتك. الو. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. والله بص انا ليا شويه نقط عايز اناقشها مع حضرتك. اتفضل. وانا بحاول اتصل من بدري بس ما شاء الله يعني اتصالات كتير، ف شرفتنا وعلى راسنا. يعني حضرتك بالك طويل عليا شويه. معلش والله من الاتصالات، اتفضل معاك، اتفضل. بصي أول نقطة هو حضرتك، معلش أنا ليه اعتراض على الموضوع المناقشة أساسا، حضرتك بتناقشي ما بين العفة والطهارة، تمام، اللي هو بالتعدد، وإن يبقى واحد بيخون مراته، فال ال 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 يعني المناقشة بعيدة، وفي بعد ما بين الشمس وال القمر والشمس. هو حضرتك انا اتناقشت المناقشه دي او الموضوع ده لانه مع الاسف والحلقتي ان انا صدمت وصعقت من سيدات ورسائل جاتني كتير، والناس برضو اتكلمت معايا ان هم بيفضلوا انه يبقى الرجل ليه واحده يعرفها وما يبقاش فيه زوجه تانية، ولذلك انا عملت موضوع الحلقه كده لانه في نوعيات من النساء دي موجوده. واتفضل مع حضرتك برضه. اللي بيعمل حضرتك اللي بيعمل الموضوع دوت الاعلام نفسه، ان هو دايما بيصدر للمشاهد ويصدر للمستمع ان التعدد ده ما هو الا مذله للمراه وما هو الا اهانه للمراه، وان هي يبقى يعني جوازته زي ما بيقولوا كده في المثل، جوازته قبل جنازته ولا جنازته قبل جوازته. فالاعلام هو اللي بيصدر الكلام ده. احنا عايزين من حضراتكم تبقوا يعني اكثر وعيا باللي المفروض يتوجه للناس، تمام. ان التعدد هو ده فضيله وعفه. انت حضرتك عندك معلومه قد ايه في بنات عوانس ومطلقات وارامل في مصر؟ تمام. احصائيه سنه 2008 في اكثر من 16 مليون ما بين عانس ومطلق وارمل في مصر. تمام. انت حضرتك عارف ان دي قنبله موقوته في المجتمع المصري والمجتمعات العربيه عموما كلها. انا عارفه ان التعدد زي ما بتقول لحضرتك، زي ما انت بتقول حضرتك، حضرتك انت حضرتك اعترضتي وقلتي ان انا من الفئه الرابعه اللي هي لا يتجوز ولا انا شخصيا عن نفسي طيب. انا كنسرين محي الدين انا لا طيب اقبل فندم. زوجه تانيه ولا اقبل زوج يخوني. حضرتك زوج حضرتك ما شاء الله مقتدر ولا مش مقتدر؟ مقتدر الحمد لله، وعلى طيب. وبالرغم من كده لا تزوج لا مثنى ولا ثلاث ماشي. ولا لا لا رباع، مش مشكلة. ومش هقول لك ان انا كامله زوج مكمله. حضرتك قاعد في البيت ولا بيشتغل وبيعمل وبيحتك بالناس وبيخرج بيشتغل وبيتعب وبيحتك بناس كتير، بعربيات وباجانب وبكل الاجناس طيب. اللي تخطر على ليه بالك. ليه حضرتك بتحطيه في موضع شبهه او موضع دايما يبقى في سبيله او قدامه سهل قدامه يبقى الرذيله، وانت حضرتك معترضه ومنع ان هو ممكن يتعدى؟ انا بلاش حضرتك كاخت او كيعني يعني نحط حضرتك في مكان زوجتي مثلا. معلش يعني. بس انا ما كنتش سامعه الحته اللي فاتت دي زي الناس، معلش ممكن تعيدها؟ انا بقول لحضرتك يعني زوج حضرتك ليه مثلا انت حضرتك معترضه وبتقولي انت من الفئه الرابعه اللي هو لا يتجوز ولا ان هو يبقى له علاقه؟ لانه ده رايي الشخصي، ده رايي الشخصي تمام. او دي شخصيتي. طيب دي انت حضرتك كده، ما هو انت في حضرتك زي ما بتكلم حضرتك كمثال، في غير حضرتك كتير بينهج نفس المنهج بتاع حضرتك او نفس الراي بتاعك، ما هم وممكن برضو يبقى دي رايهم مقتدر وعنده ان هو يقدر يتزوج بس خوفا على مشاعرك هو مش قادر يعمل الكلام ده. على فكره، على فكره استاذ محمد، الراجل ما بيهمهوش مشاعر الست، لو عايز يعمل حاجه بيعملها. ميرسي لك يا استاذ محمد. معانا اتصال تاني ومداخله اخيره، ناديه من الدقهليه، والو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا بحييكي طبعا الموضوع الجميل اللي انت بتتكلمي فيه. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بس ليه احنا ما بنطبقش شرع ربنا ان الراجل محلل له مثنى وثلاثه واربعه؟ ليه بتعترض على ما حد، انت قلتي دلوقتي انت معترضه انك انت ما تقبليش ان جوزك يتجوز عليكي ولا يخونك. حضرتك ده رايي انا كشخصيه ماشي. قاعده قدامك انا ما اقبلش، لكن في ستات بتقبل،
زي ما في ستات بتقبل في ستات ما بتقبلش، زي ما حضرتك انت ما عندكيش مانع اكيد ان جوزك مدام بتقولي الشرع وكلنا ما بنعترضش على الشرع، لكن احنا قلنا ان الشرع يطبق في حالات معينه، ربنا ما قالش اتجوزوا على ستاتكم كده وخلاص، قال ان في اسباب. فحضرتك ممكن تكوني انت من الزوجات اللي ما عندهاش مشكله ان جوزها يتجوز عليكي واحده او اتنين او تلاته او اربعه. ميرسي لك يا استاذه نادية. الحقيقه يا جماعه زي ما انا بتكلم هم بيقولوا لي انت اعترضتي، انا بعترض كشخصيا، انا شخصيتي كنسرين محي الدين لا اقبل ان زوجي يتزوج عليا زوجه تانية، ولا اقبل ان زوجي يخني، ولا اقبل ان زوجي يبقى له عشيقه، ده رايي الشخصي. الشرع حلله، ممكن يروح يتزوج، عايز يتجوز اتنين وتلاته واربعه على عيني وعلى راسي، ولكن ننفصل او ينفصل، ومش انا لوحدي اللي كده، في ناس كتير زيي، يعني كل واحده، يعني انا اعرف ناس كتير بتقولك انا مدام باكل وبشرب خلاص ما عنديش مشكله، واحده تقولك لا انا ما اقبلش، واحده تقولك لا خلاص يروح يمشي ويعمل واخر الليل هيرجع في بيته. النساء انواع، وكل واحده وليها راي، كل واحده وليها فكر، وزي ما كل زي ما الراجل محلل له انه يتزوج من حق الزوجه ترفض، ما هو ربنا برضو اداها الحق انها ترفض وانها تقبل. عموما يعني الموضوع انا بصراحه كان عاجبني، والموضوع عاجبني جدا، والموضوع يطول برضو، مش هينفع في حلقه واحده، اكيد هنكرر الحلقه دي تاني لانه في اتصالات كتير، وانا عندي الكنترول بيقولي اتصالات كتير. فانا بشكركم اعزائي المشاهدين، ويا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، والقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في حلقه جديده.